احنا بنشوف الغراب او الطائر الاسود الذي ذكر في القران، واتى ليعلم ابن ادم عليه السلام الذي قتل اخيه كيف يواري سوءة اخيه. التعلم مش فقط من الانسان، التعلم من الحيوان، التعلم من المي، من النبات، التعلم من المناخ، تغير المناخ، التعلم من المجتمعات الفقيرة اللي احنا بنعيش معاهم. التعلم والتعليم هو ليس منظومة تمشي في اتجاه واحد فقط، هي منظومة متعددة الأطراف نتعلم فيها من كل كائن من كائنات الحياة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى لكي يخدموا الإنسان، كل الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. وهذا الطائر الأسود الذي يقطع السلك هو علمنا في القرآن شيء لم يستطع الإنسان أن يصل إليه، وهو يعني طائر بسم الله ما شاء الله يعني غني بالمعرفة وغني بالقدرة على تعلمنا نحن كبشر كيف نعيش ونواري سوء إخواننا كلنا. والتعلم أو التعليم ممكن يبدأ من القرية إلى المدينة، ويبدأ من القرية المتخلفة إلى المدن الجامعية الكبرى في العالم كله، وليس فقط من المدن الجامعية الكبرى في العالم كله إلى القرية والمدينة في مدينات المتخلفة. بل لابد أن نعلم أن التعلم تعلم منظومة متعددة الأركان والجوانب يشترك فيها كل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كان بشرا، كان حيوانا، كان طيرا، كان نباتا، كان مناخ إلى آخره إلى آخره، لكي لا يستعلي الإنسان على الآخرين بأنه هو الوحيد صاحب العلم من هذا المكان في العالم فقط. ولنعلم هذا أيها الشباب أن العلم منظومة والتعلم منظومة، فلابد أن نسعى إليها لنكتسبها من كل كائن في هذه الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.